اهلا بيكم في مؤتمرنا الثاني عشر الامراض المخ والاعصاب الخاص بجامعه اسكندريه. برحب بكل الحضور من جميع محافظات مصر. في الاونه الاخيره ملاحظين تطور عالي جدا في وات سكولد بيدياتريك نيورولوجي اللي هو امراض المخ والاعصاب الخاصه بالاطفال، ومعظم النيورولوجيست في شغف عالي جدا لمعرفه كل ما هو جديد للفئه العمريه دي. عشان كده احنا في المؤتمر بنعمل سيشن لها طعم خاص بنتناول فيها كل جديد في أمراض المخ والأعصاب الخاص بهذه الفئة العمرية. ندعوكم لحضور المؤتمر والاستمتاع به.